إذا ككل سنة من 8 ماي كيحتفلوا الوداديين كتحتفل كرة القدم الوطنية والرياضة بصفة عامة بهذه الذكرى هذه ديال واللي أنا شخصيا كناخذ منها خلاصات أساسية، لأن هذه ذكرى اللي من خلالها كنتكلموا على واحد المدرسة ديال الوطنية بالأساس، لأن انطلاقة ديالها كانت في انطلاقة في واحد المرحلة دقيقة ديال تاريخ المغرب اللي هي أيامات الاستعمار واللي كان شكل من أشكال المقاومة. ثم كناخذ منها العبرة الثانية المرتبطة أساسا بالرجالات اللي وقفوا عليها. اليوم ذكرى باش كنستحضروا جميع الرجالات اللي مروا في تاريخ الوداد، لا مسيرين ولا لاعبين وفي جميع الرياضات. ثم ثالثا هذه الذكرى اللي كتعطينا واحد الزخم نفسي جديد، لان المطلع على التاريخ المجيد كيفرض عليك واحد المسؤوليه قويه، انه اليوم كوداديين كيخصنا نكونوا في مستوى هذا الارث التاريخي. باش نكونوا في مستواه تخصنا اولا نحافظوا على حاضره جيد ونحضروا لمستقبله بشكل افضل، يكون في مستوى تطلعات لا ديال الجمهور محبين ولكن اساسا التاريخ ديال هذا الفريق. لهذا فاحنا ملي جينا كمكتب جديد وتكلمنا على نحو مشروع رياضي جديد ماشي هضره، لان فعلا اليوم كان حنا بصدد تهيئ لهذا المشروع اللي القسط الرياضي فيه غير سي لا فاس، ولكن اللي من وراه هو اللي حنا خدامين عليه ان شاء الله، واللي غادي يكون محل ديال واحد الندوه صحفيه اللي غنديروا فيها عرض حول هاد الاقتراحات هذه. بطبيعه الحال لا خوف عليها بتاريخها بجمهورها وبمحبيها. القاعه الحمد لله اليوم حنا بصدد توقيع الاتفاقيه اللي ان شاء الله نديروا القاعه تكون في الهجاجمه، واللي بتمويل من المجالس بثلاثه، مجلس المدينه ومجلس الجهه ومجلس العماله. حنا كنحضروا الاتفاقيه واللي غتكون ان شاء الله في شهر يونيو اول مجلس غادي يصدق عليه هو مجلس عماله الدار البيضاء، باش يمكن نوفروا السيوله الماليه وان شاء الله نطلقوا في البناء ديال القاعه بمستوى ديال نادي الوداد الرياضي بصفه عامه، ماشي غير ديال كره السله ولكن سليماج ديال الوداد اللي كيخصنا نحافظوا عليه.